لكن اليوم الشعب الجزائري خرج بالقوة باه يعطي جواب صارخ وقوي لهذا النظام اللي يحب يكسر هذا الحراك الشعبي اللي أظهر العالم وفجأ العالم بقوة التعبير تاعو بقوة المطالب السياسية اللي هو اللي يطلب لتغيير هذا النظام. دونك رغم هذا كل القرارات التعسفية لمنع الجزائريين للدخول إلى العاصمة إلى أن الشعب كان في الموعد وأعطى جواب واضح بهذا الحضور القوي للشعب الجزائري. أظن أن السلطة ليس لها خيار لأن لا يستطيع لا توجد أي قوة تستطيع أن تكسر قوة الشعب الجزائري وإرادة الشعب الذي قرر أن يسترجع سيادته وقرر أن يذهب أن يغير النظام بطريقة سلمية وسلسة. إذا الجواب اليوم واضح، تحيا الجزائر وتحيا هذا الشعب، ولا خيار لهم إلا التغيير والذهاب إلى جمهورية ثانية.